تقريبا كانت المنطقة العربية سواء في سوريا أو في بغداد أو في الجزائر أو في فاس أو في القيروان أو في ليبيا، كانت هذه العواصم وهذه الحواضر تلعب دور أساسي، ولعل الأسطول الجزائري وإلى حد ما الليبي اللذان كانوا يتحكمان في البحر المتوسط قبل 200 عام مثال على ذلك. كانت الولايات المتحدة تدفع لكي تمر عبر البحر المتوسط، وكذلك إنجلترا وكذلك هولندا وكذلك إسبانيا، وبعضهم كانت بدأت باعتبارها إمبراطورية، ومع ذلك كانت القوى الجزائرية والليبية صامدة. ولعلنا نتذكر في هذا الشأن الحرب الليبية الأمريكية والحرب البريطانية الجزائرية إلى آخره.